الله ما تهدى بقى سلطان. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي يا حماد؟ بقول لك مش عايز اطلقه. جواهر بتضيع مني يا جدعان. انتوا مش عارفين جواهر بالنسبه لي دي بتبقى ايه؟ عليا الطلاق بالثلاثه ما انا هادي يا حماد. يا سلطان ما العصبيه اللي انت فيها دي مش تعمل حاجه. لا هتودي ولا هتجيب. وبعدين انت اللي عملت بنفسك كده يا سلطان. الله ما لقيتش الا هنداوي واتجوزوا مراتك. ايه؟ مش مستأمن حد فينا يا جدع. يا ريتني يا جدعان، يا ريتني كنت اتجوزتها لحد فيكوا. يا ريتني. انا لو منك اعمل فيه زي ما عمل معاه بالظبط. قصدك ايه؟ يعني زي ما دخل على مراتك خش على مراته. عندي مانع، في موانع كده. موانع ايه؟ ظروف، ظروف يعني. في يا معلم يا معلم الحق يا معلم، الحق يا معلم. ايه يا ولد؟ بصي القطار بقت على دماغك يا معلم. ما تتكلم يا ابن المسطوح. الست غواش يا معلم، خدت 2 شهود وطلعت على الشيخ ياسين و وايه؟ وطلقتك يا معلم. اهلا وسهلا. هي حصلت على الطلاق التلاته، ما حد يقدر يطلقها. اوعى لك اوعى. خد السلطان راح فين؟ صدق معلم سلطان مش هيجيبها لبره. ربنا يستر. اديت عليك مرتين تلاته ما لقيتكش. كان عندي عقد في بنها. طلاق برضو؟ قصدك ايه؟ قصدي انت عارفه كويس الشيخ ياسين، ما كانش عشم فيه كده. ليه طلقني من غايش؟ والله العصمه في ايدها، وده ما يخالفش شرع ربنا. وشرع ربنا بيقول انها ممكن اردها تاني. فعلا من حقك ترجعها تاني في فتره العده، لان ده طلاق رجعي. زي ما من حقها برضو تطلق نفسها منك تاني وتالت. ومين بقى اللي قالك انها عايزه تطلق تاني وتالت؟ هي لما كانت عندي. داين تدان يا معلم سلطان، اللي عملته في جواهر ومراتك الاولانيه لما طلقتهم 3 مرات غوايش عملته معاك. اهي لفت لفت وجت فيك. سبحان الله، بيسلط ابدان على ابدان. ما تمديني على رجلي بالمره يا شيخ ياسين.